يلا بلشنا نحن. يلا شو الاخبار مهند؟ الحمد لله. انت كيفك؟ اولز جود اولز جود. تمام. عامل تاتو قبل مره؟ انا هلا اليوم عملتها بعد فراش ولا مره، بس يعني اي لاف تاتوز بصراحه، يعني جاي على بالي، بس الكوميتمنت ايشوز عندي از ريلي هاي. صح، ما هي اصعب شيء، انه لك اصعب شيء اول تاتو، كل الناس تقول هيك، وبعدين بس تجيب اول تاتو وبعدين تصير دكتور. خلص تصير تصير مدمن، تسحب معك. اي هيرد. بس هو التاتو له علاقه ب بقرار انت بتاخده بينك وبين حالك، انه وذر مثلا شو بيعني لك. وشي انا بالنسبه لإلي انه بتكون انت معظم الوقت الاهل او او المجتمع بيقول لك لا ولا، عرفت كيف التاتو، وانت بتكون ماشي بالموضوع. توصل لمحل صير ما بدك تسمع من حدا شيء. This is the time when هلا في منهم بيوصلوها بكير، يكون هو شاب اوريدي مش فارقة معه شيء، الأرض وطارع مثل ما بيقول. بالضبط. فأنا على مؤخر طلعت معي. لا أنا قصت إنه هاي للأبد، قصت للأبد هاي بتخوفني، مش بس بالتاتو، بكل شيء. إذا بتقلي شيء للأبد ببعد عنه. والله عرفت عن شو عم تحكي. ما أنك مجوز على الجواز. هاي دي أصعب، هاي التاتو بعدها هين في ليزر الجواز، بس ما اخترع عمره ليزر. ليزر تبعه صح بيعلم. في ليزر للتاتو لسه I have commitment issues. فالجواز صعب. بس كمان إلها علاقة بالمجتمع، يعني قد في رابط عن جد بين فكرة التاتو وفكرة الزواج. إنه أنت طالما عم تاخد قرار أنت مقتنع فيه، ومش عم تاخد قرار انه المجتمع او اهلك شوي صغير مأثرين عليك فيه، وهيدي مستحيل انه تكون 100% انت ديتاتش من المجتمع تبعك. الا ما يضل في بالباك جراوند، بالتراكمات، بالعقليه، يا بابا يا ماما يا حبيبي. صح. هيك شكلها بيكون. صح صح. وهيدي مواصفاتها، فهول بيركبوا حتى لو انت، فبصير انت you're doubting قراراتك. I fully agree with you. Yeah, completely. هيدي شوي صغيرة ما بعرف، تحس انه برا انه خي بيزعبوا للولد دبر راسك على 18 وخذ قراراتك لحالها. الاجانب صح؟ ايه بالضبط. بتعرف صراحة يعني شوي جزء مني بيتمنى انه هيك انا كمان كبوني على 18، يعني كتير اتدللنا يعني ما ندعكنا بكفي. I wish انه كان في شوي ندعك اكتر. تحية لماما وبابا. لأني when you spoil someone هيك بيأدي شوي للكسل بحس. مظبوط. ايه. مظبوط. وشغلة تانية إنه نحنا بالفاميلي عنا، هلا مش بس مجتمعنا، يعني في مجتمعات كتير، يمكن بإيطاليا في عندهم، بجنوب إيطاليا وكذا، بتلاقيهم الفاميلي هاي the big family. كمان إنه الفكرة إنه الولد بده يساعد البي بده يساعد يعني العيلة، يعني هيدا the big. ففي بالأهل بيكونوا عم بيربوا الولد، بس بتحسن إنه investment إنه ليكبر ليرجعهم يعني. صح. exactly. لا بيعرفوا شو عم بيعملوا هني، بيعرفوا. بس أنا هاي الشغلة إنه ما بفضل هيدا، لأنه هيدا إلها بوزيتيف ونيجاتيف. صح. كيف هلا اكيد واحد لازم يضل حد اهله، لانه هن ساعدوه ربوه كبروه، بس كمان النيجاتيف انه قديش الاهل بالنهايه بيعطوك شيء منيح وبيعطوك الاشياء اللي هن ما عرفوا يربوك فيها. صح. فبتطلع اجمالا، يعني اذا مساق بالبي ضابطه معه مع عائلته، بتطلع اجمالا الولد منيح وبتكفي الجنريشن. واذا خربت مهند، خربت للاخر، يعني بتخرب معك ومع اولادك وكذا، كيف صح تنتقل. contagious. عن جد يعني هاي الاشياء بالجينيتكس almost. صح I agree with you. برا بيفصلوها خي على 18 انت فل ودبر راسك عمال your own. ايه يعني هلا هن هنيك كمان it's too much، يعني extreme. لازم they have to find this balance between انه روح learn responsibility from an early age, but still يعني يكون في this family orientation, this family foundation. لما يكبون بالشارع عمل 18 يعني okay they learn responsibility، بس كمان كتير منهم بيضيعوا يعني. مظبوط. ممكن، بس هن لأنه الفرق إنه عندهم في system
وهيدا السيستم بيساعد بشكل عام. انا عم تحكي انت على سيستم مثلا يا بالتعليم يا سيستم بالتقاعد بعدين، فانت كشاب لما تطلع اوكي بتتكل بجزء معين على اهلك، بس بعدين في اشياء تانية تساعدك. هلا اكيد education هالقصص، بس في اشياء تانية تساعدك وبتخليك نوعا ما تتخصص بالشيء اللي انت بتحبه. عرفت كيف؟ لانه منك مضطر تشتغل 10 شغلات يعني. بتلاقي بتختار شيء معين بيساعدك اكثر، وهيدا اللي بلاقيه الفرق يعني. بحس انا مثلا انه let's say بلبنان مثلا بحكي، خي بدك تضطر تشتغل 10 اشياء اصلا لتقدر فنحن عندنا هاي الشطاره which is هي منا كثير شطاره يعني. انه احسن الواحد يختار شغله لانه طالما بس تتخصص الا ما تطلع كواليتي اعلى من انك تو بي مدبر حالك بكل شيء يعني. صح 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 صح, صح. I completely agree with you. صح مزبوط. يا شغلي عم بعمل عنك ريسيرش، كنت هيدا لقيت عم بتركز على الكاركترز اللي بتحطهم بالهيدا which is amazing يعني very funny. Thank you. Beautiful. وكنت بدي اسالك في يوتيوبرز برا انا بشوفهم يعني من نوع اول شيء شو دخلك على الكوميديا يعني شو اللي خليك تفوت على الكوميدي بشكل عام؟ ليه اخترتها يعني؟ هلا انا يعني طول عمري as long as I can remember بالمدرسه وكنت اضحك العالم، وانا امي كثير بتضحك واخواتي كثير بيضحكوا، فنحن وبابا كمان بيضحك، فنحن عائله كوميدي. فقلت ادخل باللي بعرفه يعني. صح بحب اغني وبحب ارقص بحب كل شيء انترتينمنت بحب، بس الشيء اللي متاكد منه was الكوميدي. ف that's why I had the confidence انه احط my content يعني out there for the public. ف that's why I chose comedy. واخترت الكاركترز لاني انا انسان يعني، في ناس ما كتير بتعرف هالشغله، بس انا انسان خجول، فبحس لما I hide behind these characters يعني they give me more confidence. ف yeah that's why. بس great. بس هيدا الشيء لك قصة خجول، كلنا خجول، ما في حدا مش خجول. حتى الممثلين الكبار الواصلين، لانه الفرق بين اللي نحن بنعمله هو انت اللي انت عم تعمله كتير individual. فعن جد don't blame yourself لانه انت لحالك. Yeah, يعني لا production ولا لا انه الكونتنت انت عم تطلع فيه والكاركترز انت عم تطلع فيهم. yep, كل شيء. فتخيل انه بس يكون في حدك حدا عم بيساعدك بكل الالمنتس هاي، فتفوت انت مرتاح وبيعطيك يعني. ممكن يكون في كاركتر معين اوريدي مرسوم انت بس عليك انك تأديه. اكزاكتلي. فتلاقي حالك مرتاح اكثر. اكزاكتلي. صح. طيب جريت. كنت عم بحكي على اليوتيوبرز اللي بشوف في انور، ما بعرف اذا بتعرفه بتحضره. انور جباوي او هيك شيء اسمه بني بامريكا. ايه 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 ايه. كثير الكونتنت تبعه حلو. يس yes. وفي واحد تاني اللي عمل awkward puppy. شو كتبت اسمه؟ شو اسمه؟ انور رودي. رودي. يس 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 يس. تبع ما عرف اذا شفت له. او ماي جاش. يا Yeah, oh he's my so God. good. It's so good. He's so funny. رودي من ايام فاين وانا يعني بحضره. He's so good. هول انا بس ليش عم جيب سيرته. yes. اليوتيوبرز لانه في برودكشن عم حس في كونتنت عم ينصرف عليه. yeah. وعم ينعمل سكريبت وعم ينعمل. قديش هيدا الشيء بياخذ وقت مصاري؟ قديش برأيك انت بيساعد انك تحول الكونتنت؟ وهلا برجع بدي اسالك على الانستغرام وعلى القصص. yeah. بس قد ايه برأيك انت انه واحد يعمل كونتنت كشخص لحاله او يكون وراه تيم ليقدر يطلع شيء معين؟ هلا for يوتيوب I think لازم يكون في production. يعني خلص يعني صار all the youtubers من الكبير للصغير they spend time on production. For Instagram, يعني شوي you can do a one man show, you can do production. بس إنه بتمرق ال one man show بيمرق على Instagram. بس for YouTube وهو هذا السبب اللي هو أنا صار لي فترة ما يعني صار لي كم سنة عم بقول بدي أبلش يوتيوب. بس
شوي محتار من وين أبلش. عرفت كيف؟ من ناحية البرودكشن وكذا. هلأ I wish I was living in LA. هنيك it's so so easy. يعني معبى ناس بدها تشتغل as a cameraman as a for YouTube لازم يكون في production. وإن شاء الله إن شاء الله أنا بدي ناوي أبلش يوتيوب soon. حتى لو بدي أعمل يعني بدي أنتقل على بيت أكبر مشان أعمل one of the rooms studio. يعني استوديو صغير هيك nothing too fancy. لأني خلاص يعني صار لي 5 سنين بقول بدي أبلش يوتيوب, بس ما كان بدي أبلش يوتيوب هيك يعني بتليفوني وكذا. I wanted to do it right. ف hopefully soon. طب great. Yeah. بس بدك شيء اللي اسلام. thank you. في كمان شغلة إنه بيعملوا collaboration, وأنت بلشت عم حس إنه كمان content تبعك it's very nice to collaborate مع غير influencer و especially comedian. يعني سارة blogger wannabe. yes. كتير حلو هل أنت وياها مثلا عملتوا كذا فيديو, بتحس إنه في هارموني وبتحس إنه بتساعدوا بعضكم, ويمكن ما بعرف I'm sure you brainstorm together. yep. فالكولابوريشن حتى بتشوفها برا كتير يعني برا لسه أكتر من هون. هون كل واحد عايش يعني لحاله يعني حياته الخاصة, وإذا زبطت عارف كيف يعني كل فترة وفترة منحاول نزبط كولابوريشن. هونيك بتحسون عايشين كلهم بنفس الشارع أو بنفس البيت. يعني في منهم كثير عايشين بنفس البيت لحتى they are always producing content together. يعني بتعرف ديفيد دوبريك هلا they're trying to cancel him, بس إنه مثلا في هايب هاوس في هدول نسيت شو اسمهم كمان يعني بيعيشوا مع بعض. so that it's so easy for them to keep producing content together to inspire each other. هون شوي أصعب يزبط السكجول تبعك على السكجول تبع حدا تاني بس إنه it's possible, بس it needs more effort يعني. yeah. لو بتحس في غيرة ولا الموضوع بس production وorganizing, ولا بتحس إنه روح الcollaboration قد هي موجودة بين الممثلين الinfluencers, خلينا نقول هيدا النوع من الcontent اللي هو خفيف وانستغرام أو يوتيوب, قديش بتحس إنه في غيرة في يعني هل إنه الcollaboration اللي عم تتأخر من العلاقة بشيء غيره مثلا؟ شوف انا من ناحيتي انا عن جد ما إلا دخل بالغيره ابدا. انا بس قصه انه اطلع عن الروتين تبع حياتي هي اللي اكثر شيء بتاخرني عن الكولابوريشنز, خصيصا انه انا I'm not so much of a planner, like I live day by day وكذا. فهي القصه الوحيده. بس مثلا عملت كولابوريشنز مع كثير ناس, بس كثير جاب بالي أعمل أكتر, بس قصة إنه نزبطها بس من ناحية الغيرة إلا ما يكون في غيرة يعني شوي إنه طبيعة الإنسان. بس I don't think إنه هو سبب التأخير بالcollaborations أو إنه ما في كتير collaborations. بس شو قصدك إنه تطلع عن الروتين؟ يعني مثلا إنه already أنا يعني حياتي في بتشيل النوم, بتشيل الجيم, بتشيل رايح عند أهلي أشوفهم بأبو ظبي, وبتشيل أصحاب إنه أشوف أصحابي. عرفت كيف؟ بس لازم يعني طبعاً أكرس وقت أكتر لقصة الكولابريشنز. يعني it's good for me. هي يعني ليش مش قصة غيرة؟ لأني أنا كمان بستفيد. يعني بستفيد كتير لأنه بيزيد my followers. هلأ إنستغرام من وقت ما غيروا الألغوريثم تبعهم, صاروا كم سنة مغيرين الألغوريثم تبعهم, يعني صعب كتير تطلع بالفولورز إلا through collaborations. هاي أكتر شيء بتجيب followers. أوكي. فيا. صعبوها شوي كتير صعبوها. كتير صعبوها إنستغرام. يعني قبل كان تحط أنت بوست يطلع على أول ينزل على أول الصفحة تبع whoever's is on Instagram. هلا أنت ما عارف إذا بتلاحظ, بس إنه بتكون على الإنستغرام بتلاقي مثلاً post from 3 days ago أو 4 days ago. بيطلعوا لك اياها هلا انستغرام, فبطلت كرونولوجيكال. ما هو يمكن لانه عجقت. لا, وبدهم اياك تدفع. اوكي. لاني صار عندهم هاي الانستغرام بوست. فقبل هاي قبل ما ينزلوا هالاوبشن كان الفيوز ار فيري هاي, يو جيت فولورز سو ايزلي. يعني الحمد لله انا بلشت بوقت
كان لسه قبل ما they changed the algorithm كان أحيانا مثلا on a good video من دون collaboration من دون شيء أطلع 10,000 follower 15,000 follower from one video. هلا مستحيل يعني هلا on a good video ممكن تطلع 300 follower. أوكي. Yeah. صعب عليكم كمان. إيه كتير أصعب. فالcollaborations are really really good. لأنه هيدي هم كل هلا الأرشيف اللي على الإنستغرام وهيدا it's a media بالنهاية يعني it's a platform أنت you push your content. Exactly. أنا بالنسبة لي photographer بعمل فيديو content وكذا it's يعني عادة كل ال viewers على الإنستغرام ويوتيوب هلا على ال channel تبع البودكاست so إذا أنت كإنفلونسر بتلاقي صعوبة يعني ريحتني خصيصا لما يكون في شغل لسه بينزلوا الفيوز أكتر يعني I don't know if it's intentional from Instagram ولا لا بس إنه لما يكون الفيديو سبونسرد مثلا إنه with collaboration with the brand it's true هلا حتى هن بيشوف بيلاحظوا أي شيء له علاقة بجرافيكس موجودة especially على الصورة إذا تحط عليها أي فونت ما بتروح مطرح والله شوفوها أنت وأصحابك really ما بتروح يعني بيعرفوها إن it's a kind of commercial content ف they try not to push it إيه ما بتلحق صارت like a full time job to deal with the Instagram يعني to follow تصدق أنا في صوت برا في عندي my maid أنا ضحك عليه يعني تقعد بالبيت يعني ما كتير عندي شغل بالبيت وكذا وهيك بتساعدني فعلمت إنه to go and like قلت لها خدي افتحي لايك جيبي لنا فولورز انتبهي ما تعملي غير لايك ولعيلنا الانستغرام شو ولعيلنا الانستغرام فشاوت اوت تو ماي ميد شارت شو اسمها؟ دلما شارت دلما لا بس انه يعني طب بتلاقي انه في مثلا تنقول سيلبرتي انه في وراهم شركات كتير صح انه يديروا كل الكونتنت ويعملوا انجيجمنت طبعا هلا حتى مش بس سيلبرتيز في كتير انفلونسرز يعني مش طبيعي في بعض الانفلونسرز عندهم ارقام خياليه ف some of them of course are fake و some of them اوكي ما بيكونوا مثلا fake followers بس بيكونوا مثلا بيستخدموا softwares to push their Instagram لأني أنا بعرف حدا بيعمل هاي القصة لأني مش طبيعي إنه في ناس ما بتطلع يعني أنا أحياناً بطول مثلاً شهرين ثلاث شهور لأطلع 1000 follower وفي ناس بتنط المليون مثلاً كل خمس شهور بتنط مليون وبتشوف أحياناً مثلاً بينزلوا فيديو بياخد views أكتر ما عندهم followers that's not possible it's not real yeah لا يمكن بالنسبه للفيديو لانه الفيديو بيروح ما بعرف من الهاشتاجز شوفوا حدا مش منه عامل لك فولو بيطلع بالفيد بس ات كود بي انا انه سامع بالسوفتويرز هون عم تحكي سوفتويرز لايك اوتوميتد كايند اوف ايه مثلا they push your videos اوكي يا ذاتس نايس اعطيني اسم السوفتوير والله اي دونت نو وحتى انا ما بعرف شغله للبنت مش عارف ايش بس في if you google it you'll find okay yeah طب ليك غير موضوع هلا الكونتنت عم يطلع عندك على الانستغرام yes وبينزل بلاتفورم مثلا جديد مش كتير جديد نوعا ما بالنسبه لعمر الانستغرام تنقول التيك توك قد ايه كمان هذا الشيء بياثر انه انت كل شيء اشتغلته هونيك ترجع تبلش على جديد بغير دايناميك بغير ولا الكونتنت تبعك هو ذاته بتحسه بيركب باي بلاتفورم هلا تيك توك منيح الحمد لله انا عن جد بحب تيك توك يعني I spend so much time on تيك توك ف I know انه what's good for تيك توك هلا انا الفيديوز اللي بحطها على الانستغرام بحطها كمان on تيك توك just لانه في some people they enjoy it بس in general الفيديوز اللي هي ما إلها دخل بالفيتشرز تبع التيك توك مثلا الباك جراوند او الهاف اند هاف اللي هي on تيك توك او if you don't use or if you don't do the trends
او يعني هاي الاشياء الخاصه بالتيك توك هاي كثير، او اكثر شيء شغال هو الدوبينج اللي هو انت مثلا سوري مش الدوبينج الليبسينكينج الليبسينك ف يعني مثلا ممكن انا احط فيديو وذ اوريجينال سكريبت وانا كاتب كل شيء وعامل شيء جديد وكذا وما يعمل منيح بس انه اعمل فيديو I'm just lip syncing to something that already exists. Mm-hmm. It does so much better. Mm-hmm. So much better. هلا some of my videos اللي هو original content with original script وكذا it does well. بس mostly do what TikTok is trending on TikTok. It'll do so much better. بس ما هيدا الشيء بتعرف يعني عم بيخلي الكونتنت تبعك انت بتضطر تمشي على الرولز تبع البلاتفورمز اللي حطيتها which is so bad يعني انت you have unique content لإلك انت حاب تعمله بهيدي الميوزك بهيدا السكريبت بهيدي الكاميرا انه هيدا الشيء هاي المشكله انه عم بي طب البراندز شو بتعمل يعني شو بدها تضطر تعمل يعني عرفت كيف انه بدها تغير الجايد لاينز تبعها لا يمشي مع الجايدلاين او مع whatever is trending يا ما هو انا اول ما بلشت تيك توك يعني كنت عم بحط فيديوهاتي نفسها مش كتير كان عم بيمشي حاله لاني it's different like تيك توك is a different world بس creatively it's nice when you're being challenged to do something new out of the like what you're used to for that's nice بس انه قصة انه انستغرام is different content و TikTok is different content بدي أعمل YouTube which is going to have to be different content فهي القصة إنه it gets a bit exhausting. much مش بده يعمل واحد بس أنا كمان موضوع الفولوورز إنه أنت جمعتهم مطرح واحد كمان روح رجع عمرهم عن جديد يعني هلأ TikTok is good because they really help you يعني especially إذا أنت already معروف on Instagram كذا they really help push you بس مثلا فيديو عادي كتير عندي مثلا هلا انا I think تقريبا 250 الف فولو لا اكثر تقريبا شي 300 الف فولوور بس كتير عادي على تيك توك كتير عادي احط فيديو على تيك توك يوصل 1.5 مليون فيوز يعني هاي بحياتها ما صارت على انستغرام وهي من دون ما تيك توك pushes it or anything يعني it's so easy for a video to go viral on TikTok لانه العدد اقل العدد الكونتنت اقل فالفيوز بيعلى لما بيكون انه ما عندك مليار فيديو يعني انستغرام بحس انه الكونتنت وين بده يروح يعني عارف كيف بده يروح عند الاشخاص بس اللي عاملين لك اتنشن عاملين لك فولو هنيك بعد منا كراودد صح بعدين اون انستغرام كمان انه مثلا يو سكرول ثرو يور فيد في فيديوز في فوتوز كذا فلرتو يعني you don't spend that much time on videos إذا بتحسبها لأن كتير في صور كمان on TikTok it's just videos you have more time to view ف it's really good for views بس عادي كمان أحط فيديو on TikTok يجيني 3000 view it's a bit inconsistent with that with the views هو لأنه انستغرام جرب يعني كل شيء فيه فيتشرز بأي مكان أخذها من سناب شات أخذ من سناب شات نزل الستوريز يعني شوف لما نزل سناب شات أنه كيف يعني أنه ستوريز أنا أول شيء أول ما نزل أنه شو هاي ستوريز يعني it's videos بس لا it's stories it's 24 hours هلا أنا تيك توك بعدني عم استوعب شو هو يعني شو الفرق بيناته وبين الانستغرام اللي هو ريل سموه ريل بالانستغرام هو اكزاكتلي يعني حاولوا يعملوه اكزاكتلي مثل تيك توك اللي هو مثلا يو بوست انه فيديو هوريزونتال سوري ا فيرتيكال فيديو يكون فول سكرين يو كان اد ميوزك يو كان اد افكتس اكزاكتلي لايك تيك توك بس تيك توك is better إنه it can go up to 3 minutes I think or 4 minutes on Instagram the reels are only 45 seconds هيك شيء طب إذا حدا عم يسمعك مهند بدك هيك تقله tips معينة بالنسبة ل young حدا influencer مبلش حدا بده يعمل content بلش على شو في شيء مثلا تعطيه من ك to grow a little bit إذا كان Instagram أو تيك توك هلا اول شيء الله يعينه لاني كله صار بده يصير on social media بس انه tips I would say consistency انه لازم خصيصا بالاول هلا انت بس يصير عندك عدد followers منيح فيك تريح انه you don't have to post بالعكس اصلا الناس بتزهق اذا you post a lot
بس بالأول you have to post a lot. أنا برأيي إذا بتكون بلشوا هلأ بلشوا on TikTok لأني it's easier for videos to go viral. No offense to Instagram. أو يعني لا أو try to يعني تعملوا content بيزبط على الاثنين. بس focus on TikTok. It's easier. هلأ ليه it's easier on TikTok؟ لأني if you spend time on TikTok بتشوف أنت what's trending, like it's clear to you, and so you can do your version of that. And شو اللي زابط on Instagram في كل شيء, like there's صعب انت to figure out what you want to do. فstart on TikTok, spend time researching, see انه شو عم بيعملوا الناس وكذا وشو عم بيحبوا الناس. ونصيحة من انه ما تقلد بس do your own version of things. في كتير ناس on TikTok بيقلدوا بالضبط إنه هذا عمل هيك بالضبط بعمل هيك. don't do that. شو كمان يا الله, consistency, do your research before. أنا بعتقد أهم شيء consistency, يعني إنه you have to be there, يعني at least مثل ما قلت انه بالبدايه يعني لانه بصير خلص واحد شافك مره بصير على طول انه والفيد بصير يجي لها. يعني انا مثلا لما بشوف ستوريز, يعني عندي مجموعه عالم بشوف ستوريز تبعهم على طول بيطلعوا لي اول شيء يعني واللي ما بشوف ستوري تبعه بيروح, مع انه بهمني امره بس انا ثاقبت ما هو ما نزل فتره معينه يعني فبياخذ وقت. وديفينتلي choose something that you're good at, يعني انه لاني it's not just شهرين ثلاثة. يعني أنا صلي عم بعمل فيديوز صلي تقريبا 8 سنين 9 سنين هيك شيء. ف if you're not good at it eventually you're gonna run out of ideas you know and it's gonna be a hassle. فاختاروا شيء, يعني ما ضروري يكون شيء, يعني حتى لو إذا أنتوا شاطرين بالأكل عملوا فيديو. يعني في ناس كتير بتحضر فيديوز عم ناس عم تأكل. أنا كل يوم بالليل بقعد بحضر ناس عم تأكل أشياء أنا ما فيني أكلها مشان ما أنصح. يعني there's something called mukbang which is famous in Korea but it's spread out now in the States as well. Okay. And it's just people ما بيحكوا ولا كلمة, just sensitive mics like these ASMR mics. They're just eating crunchy things or delicious things. Yeah. Sound. Yeah. يعني مثلا فيديو yesterday حضرت فيديو واحدة عم تأكل noodles with fried chicken. It has 30 million views. ما عم تحكي ولا كلمة. No way. Yeah. ما سمع فيهم هون. ايه فمثلا اختاروا, يعني في كتير اشياء ناس تحضرها. ناس عم تاكل, ناس عم تشرب, ناس عم بتدخن. choose something that you love. Most probably like there will be a market for it if you put the right production. يعني مثلا هدول اللي بياكلوا بتلاقي السيت اب تبع الاكل يعني بالساوند بيكون عم بشط رويلك انت عم تحضره. الساوند از بيرفكت, يو كان هير افري كرانش. في ناس تقرف في ناس تحب, بس في كثير كثير ناس بتحضر هالاشياء وانا واحد منهم. واو اوكي. بس هي يعني شغلتين قلتوا المهمين, انه تكون انت بتحب اللي عم تعمله و بيرفكتد, يعني عملها شوي put effort into it. yes. والكواليتي يعني I agree with you. لا تتميز عن غيرك. Exactly. Yes. comments. هلا برجع على الكاركترز اللي أنت عاملهم, بس الكومنتس اللي بتاخدها أو أي شخص بياخدها, خصوصاً الكوميديان أكتر شخص. يعني هلا واحد دكتور يطلع يحكي ما حدا بينتقده مثلاً قليل. يعني الكومنتس الانتقاد بيجي أقوى على شخص بيكون هو عم بيضحك عم بيفرح العالم عم بيطلع بأفكار من عنده, وخصوصاً إنه الأفكار عم بتكون على صعيد individual عم يخلقها بلحظتها أو spontaneous. فبتلاقي في عالم مع إنه بيكونوا عاملين لك follow وبحبوا يشوفوه بس بحبوا ينكدوا كمان. مظبوط. yes yes yes. طب هول قد ايه بيأثروا عليك مهند, وإجمالا شو يعني تقييمك للكومنتس بشكل عام والنيجاتيف منها؟ قد ايه الاشخاص بيتاثروا فيها, واذا اجى لايكس كثير او كومنتس ثقيله او كذا شو هلا انا از اف ات واز بس هيك يعني ا هيت كومنت, يعني ما لها دخل اتس نوت كريتيسيزم او شيء, يعني بس مثلا انت سخيف او كذا هاي ما بيأثروا فيني ابدا. بس اذا حدا عنده مشكله مع فيديو, مثلا انا امبارح حطيت فيديو عن one of my characters
مروة انه عم بتعدي بالمطار وبدها هذا الميتل ديتكتور. اه شفته اللعبة الشاب اللي عم فالشرطي انه حقق عجب الشرطي فانه صار بدي انه انبسطت اكزاكتلي. ففي وصلني مسج مبارح يعني من واحدة وقالت لي انه this is offensive لاني في كتير نسوان بيتعرضوا للتحرش وكذا. فانه I like to hear what their opinion is لما يكون هيك شيء. بس انه at the end of the day comedy, اي فيديو اي تروح على الانستغرام تبعي اي فيديو انا حاطه you can take it or you can find something offensive with it. انه مثلا هون انت عم تتمسخر على المصريين, هون عم تتمسخر على اللبنانيين, هون عم تتمسخر على مش بس يعني تختار فيديو هذا انه والله هي it talks about an issue انا I'm offended by for that's why it's offensive. يعني okay you're offended by this but there's a lot of people that are not offended by it. فما بتأثر فيني because انا I would never put something out there انا بحسه غلط, عرفت كيف. It's never ever ever my intention to offend anyone. أنا I just want to make jokes, I want to make people laugh. وبتجيني يعني مثلا هاي الايديا تبع البنت اللي معدية بالمطار, الفكرة اجتني تخيل انه واحدة معدية بالمطار والميتل ديتكتور يعني لما حدا يفتشك it's annoying. بس انه يطلع حلو فإتس why not you know. فهاي بس هيك فكرت فيها, مش انه والله في تحرش وفي it's a serious issue. Anything you can turn it into a serious issue. الدنيا بتقرف اللي نحن عايشين فيها, فيها كتير مشاكل. بس if you shift your focus to oh no it's a joke, it's just a joke, خلاص you'll be able to enjoy it. إذا النكتة مش لقلك خلاص just move on. إنه if you're offended by it that's something personal, it's just for you. مثل ما قلت انه في كتير ناس ما يعني they're not offended by the same joke as you. مزبوط, ما فيك تخلص يعني ما فيك انه ما فيك ترضي كل العالم بعدين. هي اهم جملة انه it's الهدف من الكوميدي هو انه يفرح او يضحك. That's it. Yes. موضوعه is secondary او it's a tool بس لا يقدر يوصل هالنكتة هو او هلا في منه في عنده مسجز معينة بس بس معظم الأحيان الكوميدي البسيطة والخفيفة مش ضروري يكون فيها المسج بحد ذاتها هي الضحكة. يعني هي إنه شخص وكمان لما واحد بينتقد الانتقاد أو السخرية كمان مهضومة يعني إذا هي ما منا مأزية إذا عم تتاخد بس على البارت الكوميدي تبعها انه ما لازم تكون اوفنسيف. وحتى برا بيروحوا اكستريم فيها, حتى بيروحوا بيستعملوا انه اشياء ريشل واشياء يعني لها علاقه بديفرنت ناشوناليتيز وبيروحوا اكستريم فيها وصاروا يتقبلوا هالشيء انه if it's pure comedy and I said it just because to make you laugh and it made you laugh, it made you laugh. يعني most of the time هالاشياء اللي وخصوصا نحن لما ننتقد حالنا as long انه الواحد طبيعي وعم تطلع الجوك الايديا تبع الجوك من المجتمع تبعك ريجاردلس شو ما كان هيدا, والهدف تبعه خلص هون يعني انت بس ضحكت خلص خلصت واجت فكره جديده يعني ما ضلينا هون وعلقنا عليها ما في هدف. بعدين like comedians in general يعني الناس تنسى انه comedians they don't think like normal people. نحن we don't take life seriously everything can be turned into a joke. يعني حتى serious situations the way we deal with serious situations is that we turn it into jokes. ف يعني yes we have a serious side of course وكذا بس انه we don't take life seriously. Maybe you do بس نحن لا وعن جد it's my way of dealing with serious situations. art بحد ذاته مهند يعني اللي عم تحكي انه منه انه بس يعني سهل انه we don't take things seriously لانه واحد بيكون عنده يعني اذا ما كان ساخر وفي اشياء معينه بيضحك عليها هو يعني انت كمهند بتضحك على اشياء معينه والا ما فيك تعمل الضحكه اذا ما هي الاشياء هي بتشوفها in a different way ما رح تقدر تعمل ضحكي. بس بدي احس انه
انه ما بدي احس الكوميديان عم ببرر حاله بس هيدا اللي يعني it shouldn't be that way. It should be انه بالعكس انه الكومنتس بدها تيجي نيجاتيف كومنتس شو ما عملت. اكزاكتلي ما فيك تبسط الكلمه مثل ما قلت يو كان يا وبتلاحظ هلا العالم ما بعرف ليه عندها القوه بتعرف لانه في بلاتفورم في 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 ديستانس فعندها القوه تحط كومنت يعني انت مثلا اذا بالاسانسير نازل وفي كم شخص بيعرفوك بالاسانسير تصور يقول شيء تصور لك يا الله بسالك يعني جد مستحيل يعني تطلع بس هو صارت معي صارت ما بس انه اكتريه الناس اكزاكتلي بتشجعوا لاني متخبيين يعني ورا their screens ورا their phones بس صارت معي بس كان على دعاية تريفاغو فإتس أوكي I don't blame them يعني دعاية تريفاغو زعجت الناس كثير قد ما حطوها وكانت كان يعني إعلان طويل وسائل فمرة هيك معدي أنا بالمول فحدا قال لي أنت تبع تريفاغو قلت له إيه قال لي يلا ما أسألك فتريفاغو جابت لي الحكي كثير مزبوط لك هلا اي دعايه بتعلي انه خلص مش انت المقصود انه الدعايه علقت كثير اكزاكتلي هلا مثلا يوتيوب كل ما تفتح يوتيوب بيقول لك دو وانا سبسكرايب ما بعرف شو انه تدفع مصاري لحتى نشيل لك الاعلانات خي هلا عني ما بدي ادفع مصاري بس ريسكي بس انا عملتها هاي بس لاني انا بحضر يوتيوب اكثر يعني ما بحضر نتفليكس اكثر شيء بحضر يوتيوب اوكي فبتاثر معي بس منيحه منيحة بطل شوف دعايات خلص بس أنا إنه it's my entertainment يعني عادي مثلا أقضي 3 ساعات 4 ساعات عم بحضر يوتيوب إنه I love YouTube فإذا بتحضر كتير يوتيوب it's worth it إذا مش كتير it's not really worth it. لا أنا مقضي يوتيوب أصلا التي في التغب تقريبا يعني إيه لا شاري تي في طويل عريض هلا بفكر بيعه مش عم بدور لا هلا لما يجوا أصحابي بنقعد نحضر فيلم كذا بس in general انه قصة انه تجيب channels وما channels هاي خلص خلصت انتهت كله على نتفليكس وعلى اليوتيوب كل شيء streaming apps ايمان لانه على وقتك على وقتك exactly حتى في المحطات اللي بحب احضرها مشترك فيها من الويب سايت تبعهم يعني yeah me too كول خبرني الكاركترز تبعولك كم كاركتر عندك هلا سوفار واي بتلاقي من هول كاركترز طاحش هلا ما بتذكر كم كاركتر عندي لاني كترو وكل شوي بيطلع حدا جديد بس اكثر شيء يعني اللي هنا دي كم باك هي الحصه لاني اتس ذا اونلي اماراتي كاركتر ذات اي هاف وفي عندي كايبان كايبان هاي مسكين انا كثير بحب هاي الكاركتر لاني اسمه حلو لاني يعني انسانه ديلوجنال يعني ما بعرف كيف حدا ممكن يكون لهالدرجه ديلوجنال ومين كمان في سميحه اللي هي السناب شات فلتر هذا اللي بيقلب وشك بنت اوكي او تسي هدول اكثر شيء بتكرروا يعني وفي يوغا مع نوغا و هيك أشياء بس I think حصة كايبان سميحة are the leaders on my Instagram وكيف تعرف من الكومنتس من الفيوز تبع أكتر شيء هلا أنا بالنسبة لي they're leaders to me لأني أكتر شيء بيجيني ideas لهالشخصيات يعني ما كتير بيجيني مثلا ideas لخالي غصون اللي هي الكاركتر السورية اللي صار لي زمان ما عملتها ما كتير بيجيني ideas ليوغا مع نوغا كان في عند كاركتر من زمان اسمه حسن الكوتش هذا صار له يمكن شيء 4 سنين ما اجتني ولا فكره لهالكاركتر خلص مات هالكاركتر عندي بمخي بطل يجي any ideas for this guy I don't know why بس حصه كايبان اكثر شيء كايبان ما اعرف ليش مع انه انا انسان يعني والله فرح بس بحب التمثيل هذا هي شيء دراماتيك يعني وانه دائما حدا تاركه وهي ما عم تعرف ليش والاسباب واضحه لا حضرت شيء انه اللي ضحكت عليه لما وقع لصاحبه او جوزه وضحكت عليه ضحكت عليه هو هي انا وحده من اصحابي ماي فريند نوره اما كثير بتحب تشوف ناس عم توقع اوكي فاللي بتعمله هو انه بتروح على دبي مول في كافيه جنب الايس رينك اوكي بتقعد هنيك تشرب قهوه وتقعد تستنى الناس تقعد
فده فيديو was inspired by يعني أنا لما حدا يقع ما بضحك أبداً أبداً. فلما سمعت هاي القصة استغربت إنه في ناس كثير بتضحك على ناس لما توقع بتضحك. فا yeah that was inspired by those people. It's very nice. Thank you. Thank you. يعني ال فيش لدرجة كوما راح الزلمة. for comedic يعني بس لازم يكون في شوية exaggeration. Great. بتلاقي إنه أول شيء في حدا طلب منك مثلا موضوع تمثيل أو تنقل كاركتر معين لشي محل معين ب ب بمسرع إيه. فكرت بستاند اب كوميدي فكرت ب اكتينج فكرت بستاند اب كوميدي يعني كثير جاي بالي صراحه بس محتار انه اعمل ستاند اب كوميدي كمهند ولا اعمل ا وان مان شو وذ مثلا فور اوف ماي كاركترز مثلا عرفت كيف بس اذا عملت ستاند اب شو كمهند في ناس حتى اللي هي ما بتتابعني they could enjoy it إذا عملت characters يعني you have to be familiar with the characters to be able to enjoy the show فهذا الموضوع محتار فيه وكمان بضل بأجل إنه كتابة لأني I have to write a show فبس stand up would be nice لأني أنا I love the stage and I've experienced the stage before و I love it the adrenaline of the stage because it's so nice تمثيل ما حدا طلب مني صراحة بس إنه if it's the right opportunity I would love to يعني كتير جابلي أعمل شيء كوميدي عربي that's like on a really high level مثلا مثل The Office أو كذا that would be the dream for yeah. sure إنه Netflix on Netflix that would be amazing Man, I think stand-up is something really you have to focus on. Yeah. Really you have to do it. Yeah. هلا اللي بقول لك رأيي يعني. Yeah. الكاركترز بحس إنه ممكن يكونوا part من مرات بيكون في show بس بيكون group عاملينه. Yeah. مشهورين ب late night kind of comedy. Yeah. بس بيكون في 3-4 عاملين ده هول المسرحية وفي سكتشات معينة يعني. Yeah. So it's kind of it's like مسرح يعني أكتر ما هو stand up yeah. بس if it's stand up comedy مثل ما أنت بشخصيتك if you start writing it will be great man يعني كتير ناقصنا بالوطن العربي أشخاص و يعني أكيد في بس إنه يعني بعد في مجال there's room yes. there's a big room لهالشيء صح وأنت كتير مهضوم وكتير تالنت thank you would love to see you on stand up thank you لا خلاص والله you motivated me والله راح أروح على البيت أكتب هلا yeah you have to and يعني أنا لأنه بكتير بحضر stand up comedian بعرف قد إيه كمان صعبة منها هيني يعني yeah. انه منا شغلي بت انه بس تنكتب حتى بدك تعيش معها سنه وتفوت بتجربه يعني مثل الواحد عم ينحت يعني بيصير يطلع يجرب وهيدي اصعب شغله انك انت تجرب بحالك يعني انه بتطلع على لتسي على المسرح هلا اللي بيساعد برا انه عندهم مسارح للكوميدي فبيطلع بيكون مثلا مع جروب اودينس عدد صغير فبيجرب ويشوف الضحكه قديش عم تاخذ وقد ايه ما عم تاخذ وبلش يغير بالسكريبت تبعه yeah. على مده سنتين ليجهز معه ذا فاينل صح تو بيرفكت ات تو بيرفكت ات اند ذن بتلاقي طلع على نتفليكس او راح عمل بيج شو بس كان قاعد عم ياكل خبيط يعني صار له سنه ونص عم ياكل خبيط يعني خبيط معناتها تصور انه واحد يطلع ويقول شغله مدحك الناس يا الله كثير صعبه عن جد يعني انا مره كنت كان عرس ولا لا ما كان عرس كان حفله راس السنه او سمثينج وجايبين ستاند اب كوميديان ولا حدا ضحك من الاول للاخر it was so uncomfortable it was so 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 uncomfortable ف to put yourself in that situation لبين ما توصل لل مش سهل ابدا يا انه من هيني وبدها هيدي بحسها قريبه شوي صغيره بتعرف الشاب راح يتعرف على بنت هيك مثلا ما بيعرفها وتكون هي قاعده بمطرح في هيدي الرش اللي تجي الخوف والدقات القلب وانه هيدا المشوار من هون لعندها عارف كيف 100 فكره و100 شغله ففي انه في شعور انه بال
مش الفشل بس هيدي ال rejection صح هيدا كتير صعب الشعور صح مع انه it's normal يعني لازم انت تتأقلم معه انه بتصير مع الكل انه everybody ما في حدا يعني حد let's say even singers like the, my favorite artists إلا ما يكون عندهم مثلا أغاني that are not good same thing with jokes إلا ما يكون في مثلا a joke that just it didn't hit right يعني هلا أنا مرة I was the presenter at a comedy show بقطر وأنا فكرت بس إنه I will just be presenting ما قالوا لي إنه I will be doing jokes فكتبت هيك something very last minute والحمد لله الناس ضحكت بس في one joke هن قالوا لي أقولها مش أنا اللي أوكي. كتبتها وشي ما ضحك مش لأني يعني مش لأني ما فهموها يعني it could be something أو يمكن لأني ما لبقت لي أنا it's not my humor عرفت كيف يعني it was definitely not my humor so I don't think I knew how to deliver it well فمش إنه الجوك is not good or something بس إنه ما لبقت لي أنا ومع إنه the rest of the jokes كل الناس يعني ضحكت عليها بس هاي ما بس أتذكر هاي النكتة هيك بيجيك بصير معي تويتش فإتس نوت إيزي إنه تحط حالك قدام الناس وتنكت وإنه ما يضحكوا بس إتس أوسو نورمال عرفت كيف يعني بدك تتعود إنه إتس فاين إت هابنز تو ذا بيست أوف أس ف يا آي ريلي وونت تو برسو ذات بس هيدا هيدا اللي بيعمل الكوميديان يعني هن هول الأشياء اللي بيصيروا هل rejections هايدي اللي عم بتخليك to craft of course السكريبت تبعك والperformance تبعك وهيدا you can only practice it really live لأنه المشكلة إنه هلا لما بتحط فيديو على الانستغرام yes you're getting مثلا a certain amount of positive messages on likes and maybe it's an indication But it's not 100% very accurate reaction. لأنه أنا if I like Muhannad, I will like. It's easy to like and just comment and exactly. this. منو pure. الرياكشن اللي بيكون مع شخص جاي يشوفك yeah. مكلف حاله ودافع مصاري ولابس البدلة ورايح يحضرك. Yeah. إنه بيكون شوي demanding أكتر وبيكون عم بيعطيك الرياكشن الحقيقي expectations are higher صح 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 I agree with you but that's also يعني أنا لما أصور فيديوهاتي ما في adrenaline ما في حماس ما في شيء خلاص إنه the script was playing in my head over and over again وعم بصوره وإذا ما حبيت برجع بعيد كذا الشيء الحلو بالستيج صح the expectations are higher بس أنت كمان because of adrenaline you're performing so much better في because I tried it يعني you do things that it wasn't planned it was يعني the adrenaline was controlling you عرفت كيف so that's what's also nice about the stage wow man I حاسس بباشن عندك اياها يعني انت عم تحكيها عن جد that then you have to do it I know I should I really should you have to خلص انا راح فوق راسي خلص على هذا الموضوع موضوع البرودكشن يعني إذا if you come up with any script أو any story وأنا I'm ready to collaborate there's a lot of people are also ready يعني to collaborate معك مهند يعني yeah. you're somebody who a star and somebody like who's a writer who's a content creator so راح تلاقي كتير عالم interested to collaborate معك و to elevate هيدا الليفل تبع البرودكشن هيدا اللي عم بحكي فيه لأنه yeah. أنا لأني بقى بشتغل بالبرودكشن بحب أنه شوف كونتنت غير أنه الضحكة كمان موجودة بس فيه شوية هيك كواليتي كيف حكيت عن الساوند تبع الأكل وكذا yes, perfected very yeah, well exactly. فيمكن بس لأنه حتى أنا to me podcast like when I watch podcast حتى لو الموضوع مش كتير Of course, I'd rather watch something that I'm interested in, but it's so soothing the clarity of the voice of the of the podcast. It's so nice to listen to. Yeah, quality, effort, like all these details, they really, really make make a difference.
Yeah, of course, أمنهم أول شيء, بس yeah. I think they are very important. I agree with you. مهند, thank you so much thank for coming. You. يعني thank you. ما بين شبع من الحكي معك. تسلم حبيبي. كنت بدي أسألك على الكاركترز وهيك, بس حسيت إنه بدي أحكي مهند الحقيقي. Thank you. ومش إنه شو النكت وشو هالقصص هولا عم نشوفها على الانستغرام. Thank you, حبيبي. فبتوفيق. Thank you. Thank you, حبيبي. Bye bye. Bye bye. Take care.